كذلك من مظاهر محبة أهل الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم نشر سنته بين الناس، فالله جل وعلا أمر بطاعة هذا النبي وبين بأن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إنما هو مبين لما أنزل الله جل وعلا عليه في القرآن، وأيضا يأتي بأحكام زائدة عن القرآن عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا يقول في كتابه العزيز: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين البيان الواضح الجلي ما أنزل الله عليه في القرآن. القرآن قواعد عامة، ومهمة النبي عليه الصلاة والسلام بيان هذه القواعد وتفصيلها على مراد الله. وكان عليه الصلاة والسلام يأتي بأحكام زائدة عن القرآن. ولذلك يقول بعض العلماء في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة استقلالية، لأنه يأتي بأحكام زائدة عن القرآن. ولو كان فقط يقتصر على كتاب الله لرد الطاعة إلى الله فقط. وانظر إلى سياق الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال وأولي الأمر منكم، لأن أولو الأمر من الأمراء والعلماء طاعتهم في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ويقول عليه الصلاة والسلام وهو يودع هذه الدنيا في وصية وموعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، يقول العرباض بن سارية: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولذلك من محبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة سنته ونشرها بين الناس وتعليم الناس إياه. ولولا السنة ما استطاع الناس أن يفهموا القرآن، وما استطاع الناس أن يقيموا العبادة التي أمر الله جل وعلا بها. هذا القرآن العظيم دستور يمثل قواعد وقوانين عامة يأتي النبي عليه الصلاة والسلام للتفصيل والتبيين لما أنزل الله جل وعلا عليه. والمقصود بأن هذا من علامة محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رأيت نفسك تطير طيرانا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام حفظا وتعلما وعملا ونشرا، فاعلم أنك محب لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء لما تكلموا على أهل البدع الذين طعنوا في السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بيّنوا بأن هؤلاء يلزموا من أحوالهم أنهم لا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام. ما يمكن لأحد يتعرض لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويحرص على تشويهها وعدم إظهارها للناس إلا وهو عنده مشكلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا الخوارج الذين خرجوا على أئمة المسلمين ويضربون برهم وفاجرهم ويسفكون الدماء، ماذا فعلوا؟ لما كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام تمثل حجر عثرة في طريق الوصول إلى مرادات نفوسهم المريضة، ألغوا السنة، قالوا ما نعترف إلا بالقرآن. ولذلك كفروا أهل الإسلام وأباحوا الدماء واستحلوا الأعراض واستحلوا الأموال
وعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه لما ناظر الخوارج أول ما ناظرهم في مسألة الإقرار بالسنة، فلما أقروا بالسنة ألزمهم بما يتعلق بالناسخ والمنسوخ، وهذا من فقه رحمه الله ورضي عنه، وإلا ما استطاع يدخل معهم في نقاش. ابن عباس رضي الله عنه في مناظرته الكبرى المشهورة المعلومة مع الخوارج ماذا ناظرهم بماذا؟ كان يستدلون بالقرآن فقط، وهو يقذفهم بقذائف الحق بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن من يحب النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة هو الذي يعتني بسنته صلى الله عليه وآله وسلم.